السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في المدى أسوشيتد بريس: غالبية ناخبي العراق من جيل شاب محبط لا يقتنع بوعود المرشحين. وفي الخليج الإماراتي، أمريكا تحشد الشركاء لدعم الانتخابات المبكرة في العراق. وفي الزمان: العراق بلا برلمان بدءا من اليوم، وشبح الأحزاب الكبرى يحوم حول المرشحين المستقلين. وفي العربي الجديد: المطعم التركي يتحول لثكنة عسكرية بعد تنصل الحكومة من وعود تحويله لمتحف. وفي الشرق الأوسط، المبعوث الأممي يشدد على تسوية سياسية شاملة لإنهاء النزاع في اليمن. في القدس العربي، سياسيون وحقوقيون يتهمون الرئيس التونسي بترهيب معارضيه. أخيرا في اندبندنت عربية، إيران تتوقع استئناف محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي قريبا. من المزمع أن تجري في العراق يوم الأحد المقبل انتخابات أسموها كذباً مبكرة، في عملية لإعادة تدوير الوجوه المعتادة من زاوية التحايل على مطالب ثورة تشرين التي تصب في خانة إسقاط العملية السياسية. جهاد بشير يقول في صحيفة البصائر إن هذه الانتخابات ستجري في أجواء من الإقامة الجبرية بدعوى الملف الأمني الذي لم يستطع ولا مرة أن ينتقل من موضعه في حضيض المشهد إلى مستوى يلمس العراقيون فيه تغييرا ولو محدودا. السلطات الحكومية قررت إغلاق المنافذ الحدودية والمطارات وقطع الطريق بين المحافظات وتعطيل الدوام وفرض حالة واضحة وتامة من عسكرة المدن ولا سيما العاصمة بغداد. والهدف من ذلك كله وفق ما هو دارج في لغة العملية السياسية تعزيز الديمقراطية في العراق في مشهد متناقض يبعث على السخرية وازدراء أسس ووسائل المنظومة الحاكمة في البلاد على حد سواء. تختلف الانتخابات المبكرة هذه عن سابقاتها بأنها تأتي وملفات المشهد السياسي كله مكشوفة لدى العراقيين جميعا بشكل عام وعند شبان ونشطاء ساحات الحراك الشعبي على وجه خاص. ولعل ثقافة المقاطعة المنتشرة في الأوساط الشعبية العراقية تحث المتابعين على إعادة إنعاش ذاكراتهم في تأصيل هذه الثقافة وإدراك مغزاها، ولا سيما حين تأكد الكثير ممكن يتبنوها اليوم أنهم تأخروا كثيرا في التعاطي معها، رغم أن قوى عراقية وطنية كانت تصادق على جدواها وتتعهد بأنها مشروع تغيير حقيقي إن تم توظيفه جماهيريا وشعبيا. لا يمكن لتجربة ديمقراطية كما يزعم مروجوها أن تؤتي أكلها في أجواء استبدادية، فالناخب في الأصل لابد أن يكون له سقف من الحرية يشعر تحته أنه صاحب إرادة وأن يختار، وهو يدرك جيدا أن خياره محترم ومنزه عن التزوير والتحريف. الكاتب يضيف أن هذا الأمر غير متحقق في العراق ولا توجد معطيات على تحققه في الحاضر ولا في المستقبل في إطار العملية السياسية التي أسست على نمط المحاصصة والإقصاء والتهميش، فضلا عن فشلها على مدى 18 عاما في تحقيق شكل معتبر لنظام الحكم والقضاء. وهذا ما بلغه العراقيون في تجربتهم على مدى هذه السنوات، لذلك فإن رأيهم في هذه الانتخابات واضح دون أدنى شك. صفة المرشح المستقل في الانتخابات التي يعتمدها بعض المرشحين هي صفة لا قيمة لها في واقع سياسي محكوم بثوابت العملية السياسية التي يتوهمون كثيرا في أن هناك أملا لتغييرها في الانتخابات من دون تغيير الدستور.
فاتح عبد السلام يتساءل في صحيفة الزمان: ماذا يستطيع أن يفعل المرشح المستقل وهو خارج من رحم مجموعة سياسية أو ذاهب إلى مصيره المحتوم في الانضمام لمجموعة أخرى بعد الدخول إلى مجلس النواب؟ اللعبة السياسية مكشوفة قبل أن تبدأ، لذلك نرى أن أيدي الأحزاب الكبيرة تمسك بالخيوط، ومن يمر من خلال هذا الضجيج لا يمكن أن يبقى على قيد الحياة السياسية منفرداً إلا في حالة تشكيل أغلبية من مستقلين حقيقيين يمثلون قطاعات شعبية واسعة، وهذا أمر مستحيل تحت مواضعات الحالة السياسية العراقية. كل الجهد الانتخابي مخصص لإنتاج حكومة، غير أن الوضع العراقي اعتاد على إنتاج الحكومات خارج سياق كل الضجة الانتخابية، حتى بلغت الأقاويل إلى درجة أن يتهامس السياسيون باسم رئيس الحكومة المقبل كأمر مفروغ منه أو تداول أسماء ثلاثة مرشحين في أبعد الاحتمالات. التصميم الديمقراطي المخصص للعراق هو أن يكون هناك بعض الأصوات النشاز والناشزة عن السرب الكبير، لكنها لا تقدم ولا تؤخر. القلق الحقيقي يكمن في استمرار النهج السابق عبر العناوين المستحدثة، وهنا إذا تجدد غضب الشارع فلن يكون هناك وعود رادعة وكابحة له، وعندها نكون أمام المصير المجهول الذي نتحدث عنه منذ سنتين في الأقل. هناك جهود نجح بعضها في استمالة الناس من دون أي ضمانات على صدق نياتها، لأنه دائما هناك صيادون في المياه العكرة. ويختتم الكاتب بالقول إن أخطر ما يمكن أن يواجه العراقيين من استحقاقات من الانتخابات البرلمانية المبكرة المرة هو التفاؤل في غير محله. بين الربح والخسارة يسير المرشحون لمجلس النواب في طريق الانتخابات، والذي لم يعد طويلا كما كان قبل عدة أشهر، فقد حسمت المدة التي تفصلنا إلى خط سيره النهائي المقرر في العاشر من الشهر الحالي. عبد الستار رمضان يقول في موقع ميدليست أونلاين إن المرشحين والأحزاب يبدون في لعبة الانتخابات كالعريس، وهم بكامل زينتهم وهندامهم وابتساماتهم ووعودهم التي لو تحقق واحد من ألف منها لأصبح العراق مثل سويسرا أو بلاد اسكندنافيا. الحال هو الحال إن لم يزدد سوءاً وصعوبة وقساوة على العراقيين الذين تتراجع حياتهم وتتقدم معدلات وفياتهم، وتقل وتتراجع الخدمات يوماً بعد يوم وانتخابات بعد انتخابات، تضيق فسحة الأمل ويخفت ضوء التفاؤل بالتغيير الذي أصبح صعباً إن لم يكن مستحيلاً تحقيقه مع هذا الدمار والخراب الذي أصاب الإنسان في صحته ونفسيته إلى الحد الذي لم يعد مهماً لدينا من الذي سيفوز أو يخسر بقدر ما هو المهم أن نقلل الخسارات والإحباطات التي تلازم حياتنا. لعبة الانتخابات بدأت وكل واحد من المرشحين يصرح ويعلن ويعد ويمني الناس أن يقوم بكذا وكذا من الوعود والعهود التي سرعان ما تتبخر وتختفي. من المؤسف أن تتحول الانتخابات والسياسة والحياة بشكل عام في بلادنا إلى لعبة لا يجيدها الناس المخلصون والوطنيون والمختصون في فروع العلم والمعارف والفنون، حيث يتصدر الساحة ويقتحم الفضائيات ووسائل التواصل والساحات والشوارع والجزرات الوسطية وكل ما يمكن أن يوضع عليه إعلان ودعاية أو منشور مرشحون من مختلف الألوان والأحجام والأشكال والطاقات والقابليات، إلا أنهم أو أكثرهم يفتقر إلى صفة الإقناع والصدق فيما يقول أو يعلن. وبحسب الكاتب فإن هذه اللعبة لم تعد تقنع الأطفال والناس البسطاء، بل حتى المرشحين أنفسهم وعوائلهم والمقربون منهم يعلمون أنهم غير قادرين أو غير جادين فيما يقولونه أو يصرحون به.
لكنها مباراة ولا بد أن نلعبها. أخيرا أغلق البرلمان أبوابه في انتظار أن تفتح لأعضاء جدد لا يزالون يملؤون الشوارع بلافتات وشعارات عن الإصلاح وبناء الدولة في عبارات فقدت صلاحيتها منذ أن خرج علينا إبراهيم الجعفري بمصطلح القمقم، وأوهمنا صالح المطلق أن نواب البرلمان يسعون لبناء العراق، فاكتشفنا أنهم يبنون أرصدة ومشاريع خارج البلاد. هذا ما أشار إليه علي حسين في مقاله في صحيفة المدى. سيدخل نواب جدد إلى القبة السحرية، وستفتح لهم أبواب مغارة علي بابا، وسيتبارون في خطابات نارية دائما ما تساعد على انتشار فيروس جديد في الجو اسمه الاحتباس السياسي، وهو أخطر بكثير من فيروس كورونا الذي تعاني منه البشرية. ولعل المواطن وهو ينتظر البرلمان الجديد يتساءل ماذا سيقول النواب الجدد؟ حتما سيملؤون الفضاء بخطب وكلام معاد إلى درجة الملل، لتكون النتيجة في النهاية صفرا في كل الاتجاهات. المواطن المغلوب على أمره يدرك جيدا أن أعضاء البرلمان الجديد لن يختلفوا، فهم سيتفقون على شيء واحد مهم وهو الحفاظ على المنصب. فبعد أن فجر شباب تشرين الأجواء بتظاهرات غير مسبوقة، ولأن الرسالة وصلت إلى كل الجهات السياسية التي توهمت أن هذا الشعب فقد حاسة الاحتجاج والتمرد، فقد انتبه ساستنا الأفاضل أخيراً إلى أن هناك شباباً في بلدنا يقومون بخطوات كانت بالنسبة لهم حتى وقت قريب أشبه بالمستحيل، وأن كل كراسي البرلمان ومعها الحكومة بدأت تهتز بفعل زلزال تشرين، وأن التطمينات التي تصدرت شعارات المرشحين لن تغير من الأمر شيئاً. ولهذا أعتقد بأن البرلمان الجديد سيضع على جدول أعماله فقرة واحدة هي كيف التخلص من رياح احتجاجات تشرين. الكاتب يضيف أن البرلمان السابق سيقدم نسخة من دعائه الرسمي لكي يردده النواب بصوت واحد، وهذا الدعاء الذي خيب طموحات العراقيين وأفشل مؤامراتهم ضد برلمانهم العتيد ولم يتمكن أن يخلع عالية نصيف من كرسيها سينفع في البرلمان الجديد. لم تتغير الأحداث في لبنان عما كانت عليه عام 1958 الذي شهد ثورة قادها فريق من اللبنانيين الموالين للقومية العربية بوجه فريق العهد المتمثل يومها بالرئيس كميل شمعون الذي سعى إلى الانضمام إلى حلف بغداد. جيراردي بيتساءل في صحيفة العربي الجديد، هل تغير شيء في الحياة العامة للبنان كي تشكل الانتخابات المنتظرة بعد أشهر علامة فارقة وتحولا حقيقيا في تاريخ هذا البلد؟ أم هي فقط محطة للتجديد والتمديد للكتل النيابية ذات التمثيل الطائفي داخل المجتمع اللبناني؟ لم يكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ينطق أن الانتخابات النيابية ستحصل في 27 من آذار، في حين أن الانتخابات البلدية ستؤجل. حتى بدأت الماكينات الانتخابية لدى الأحزاب ورشة العمل تمهيداً للاستحقاق النيابي. فعلت الأصوات والمزايدات في لغة التخاطب، وتسارعت وتيرة رمي الاتهامات على الفرقاء الآخرين لجذب الأصوات الانتخابية وحصد أكبر كتلة برلمانية. يرى فريق التيار الوطني الحر في التدقيق الجنائي إنجازاً يسجل نقاط قوة عند الناخب، لأنه سيضع لبنان أمام تصحيح وحوكمة جديدة لمؤسساته. بالتوازي يحاول رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تقديم نفسه حامياً لحقوق الناخب المغترب تحديداً. بالمقابل يسعى حليفه حزب الله
بعد ثورة 17 من تشرين التي أدخلته في شبه عزلة إلى تقديم الرشوة الانتخابية ولو بطريقة مبطنة ذات طابع إنساني من خلال المعونات المالية لضحايا حادثة تليل العكارية، أو بإدخاله مادة المازوت من إيران عبر الصهاريج وزعها على كل المناطق من دون تمييز. الجميع سيرفع شعاراته ويطرح مشاريعه الوهمية التي لا تنفذ إلا في مخيلات ذلك الناخب الحالم ببلد أفضل، والتي لم يزل يسمعها ويؤمن بأنها ستتحقق منذ استقلال هذا البلد عام 1943. الكاتب يرى أن ثورة 1958 كانت نتيجة رفض التموضع الذي حاول رئيس شمعون زج البلاد به من خلال انضمامه لحلف بغداد بقيادة الولايات المتحدة، بينما ثورة 17 من تشرين انطلقت لمنع العهد وحلفائه من تموضع لبنان في محور الممانعة بقيادة إيران. قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الشرطة الدولية الانتربول وافقت على عودة سوريا إلى عضويتها وسط انتقادات بأن القرار سيعطي نظام بشار الأسد السلطة لملاحقة اللاجئين والمعارضين لنظامه الذين يعيشون خارج البلاد. أشارت الصحيفة في تقرير لمراسلتها بيثان ماكرنان إلى أن نظام الأسد ظل عضوا في الانتربول مع فرض عدد من الإجراءات التأديبية عليه منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011. الصحيفة قالت إن النظام السوري منع في الفترة السابقة من الوصول إلى قاعدة البيانات والاتصال مع الدول الأعضاء للتعاون في اعتقالات دولية، مشيرة إلى أن الخبراء القانونيين والناشطين يخشون من أن يؤدي رفع الإجراءات العقابية على سوريا لتعريض حياة الذين هربوا من الحرب للاعتقال والترحيل، وكذلك تعقيد طلبات اللجوء السياسي والدعاوى القانونية الدولية ضد المسؤولين السوريين. ونقلت الصحيفة عن المحامي البريطاني الذي يعمل في قضايا تتعلق بالحرب الأهلية توبي كادمان قوله: أشعر بخيبة عميقة وقلق من القرار الذي اتخذ، وأضاف أن أنظمة الانتربول غامضة وبدون رقابة حقيقية أو محاسبة، ويساء استخدامها بشكل روتيني من دول مثل سوريا التي لا تحترم حقوق الإنسان. وأضافت الصحيفة أنه رغم ما يحدده الميثاق التأسيسي للإنتربول من شروط تدعو للحيادية السياسية ويجب أن تلتزم الإشارات الحمراء بمراجعات، إلا أنها عرضة لاستخدام الدول الدكتاتورية لملاحقة المعارضين السياسيين. وأشارت الصحيفة إلى أن النظام السوري يلاحق بطريقة لا ترحم المعارضين في الداخل والخارج، فقد اختفى آلاف الأشخاص في نظام السجون السيء السمعة المعروف بالتعذيب والقتل الجماعي، وتلاحق المخابرات السورية المعارضين والهاربين من الخدمة الإلزامية في الخارج. وتختتم الصحيفة بالقول إنه رغم عدم توقف الحرب وتركز القتال في شمال غرب البلاد، إلا أن عددا من جيران سوريا بدأوا بإصلاح العلاقات مع نظام الأسد، مشيرة إلى أن الانتربول تعتبر أول منظمة دولية تتخذ قرارا كهذا. تشير دراسة حديثة إلى أن الفحص البسيط للعين يمكن أن يكتشف خطر الإصابة بمرض القلب عند الأشخاص. ووجد الباحثون أن عمليات مسح شبكية العين لدى المرضى قد رصدت علامات تشير إلى ضعف تدفق الدم إلى عيونهم، ويمكن استعمالها كعلامة على وجود مشاكل في القلب والأوعية الدموية. يأمل الدكتور ماثيو باخوم، جراح الشبكية من جامعة سان دييغو في كاليفورنيا الذي يقود الدراسة، أن يساعد فقر الدم في شبكية العين على تحديد المرضى المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب.
وينظر الأطباء في العيادة الصحية في الجامعة الآن في إحالة المرضى مباشرة إلى طبيب القلب إذا تم التعرف على مرض نقص التروية في الشبكية خلال الفحص. يستغرق الفحص غير الجراحي ثوان معدودة، وهو جزء موصى به من الاختبارات الروتينية التي يجريها طبيب العيون لتشخيص مجموعة واسعة من الحالات مثل الجلوكوما أو الثقب القزمي البقعي. والآن مشاهدينا مع كاريكاتير اليوم. وبهذه الرسوم نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته، دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.